أنا اليوم شوف يوم الاثنين قلت الزاوية المظلمة، يوم الأحد قلت الزاوية المظلمة، رجاء اليوم الثلاثاء يوم الشهيد أعطينا زاوية مشرقة. اليوم راح نشوفوا الجانب المشرق لمدينة ركان اللي تكلمنا عليها الأمس، تكلمنا على جميل الجانب جدا. المظلم. والله في وانا نحضر موضوع الزراعة المائية أو الأكوابوني كما يصطلح عليها، لفتني فيديو جميل، مبادرة من مواطن في مدينة ركان حول الزراعة المائية. الزراعة المائية راح نحكي فيما بعد ما هي الزراعة المائية. هذه المبادرة لفتتني وفعلا كما نشوفه في الفيديو ناصر، بإمكانيات بسيطة تمكن هذا المواطن من الصحراء، يعني كما نقولوا رجعت جنة، هذا الإخضرار الجميل الذي يريح العين وأيضا عنده فائدة اقتصادية تعود على سكان ركان. شوف بإمكانيات بسيطة تمكن هذا المواطن من بناء أحواض وتمكن من إنجاز مهم جدا وهي الزراعة المائية. الزراعة اللي عندها إيجابيات وسلبيات، كما كل شيء عنده إيجابيات وسلبيات، لكن هذه المبادرة نحيوها ونتمنى أن الدولة تقدم دعم لهكذا مبادرات باش ما تكونش منعزلة وتقدم. كاين دعم، كاين دعم، كاين دعم، كاين دعم فيما يتعلق بال مزارع الأسماك. نعم، هي هذه المهنة هي زراعة الأسماك. شفنا أنه إمكانية ضخمة قدمت لمزارعين على الأقل لتعويض النقص من الاسماك القادمه من البحر وغلاء الاثمان. هذه الاسماك راها باثمان تكون. نعم، هنا نشوفوا انه لما تكون الاراده عند المواطن يكون الدعم من عند الدوله تكون نتيجه ايجابيه. ودائما المواطن الجزائري والفرد الجزائري اثبت انه كطائر الفينيق دائما ينهض من الرماد، ورغم كل ما يحدث من معوقات ومن الام ومن ماسي دائما ينهض من جديد ويواصل المسيره، لانه الجزائر ولاده والجزائر أثبتت أنها دائما تنجب العظماء وتنجب الكبار. نمشي للزراعة المائية. نمشي للزراعة المائية. نعم، الزراعة المائية أو الزراعة الثلاثية أو كما قلت الأكوابونيك، هي هذه الزراعة هي بمعنى تربية الأسماك والنباتات معا، بمعنى أن النبات يتغذى على فضلات الأسماك والنبات يوفر البيئة المناسبة لتربية الأسماك. هذه الفرق بين الزراعة المائية والزراعة زراعة التقليدية، أنه في تربية الأسماك في الزراعة المائية ما تحتاجش أنه نراقبها مراقبة دائما مرة واحدة في الأسبوع، مراقبة الأحواض كما نشوف في الصور اللي توضح توضيح أكثر، أنه هذاك الماء اللي تتربى فيه الأسماك هو يكون عامل تغذية للنباتات اللي راهي من الفوق، ولما تهبط بمعنى أنه الماء يقوم بحال حلقة دائرية انه يفوت على هذيك التربة، ما تحتاجش كمية كبيرة من التربة ومساحات شاسعة من الارض من التربة، ويعاود يرجع الماء بمعنى ضوء حلقة تدور تفيد كل النبات وحتى السمك. ايضا في الزراعه العاديه انه في تربيه الاسماك تستعمل المواد الكيميائيه والاملاح، وهذا قلنا انه هذه مواد ضاره، لكن في زراعه الاسماك تربيه الاسماك في هذه الزراعه السمك يتغذى على فضلات الطعام وحتى اسماك صغيره. هذا هي الفرق بين الزراعه المائيه والزراعه الطبيعيه. نروح الان للمزايا ناصر، كما قلت انه لكل شيء مزايا وعيوب، نبداو بالمزايا، نبداو بالجانب المشرق وبعد نختموا بالجانب المظلم، دائما لازم يكون في جانب مظلم. من بين مزايا هذه الزراعة هي القدرة على التحكم في تغذية النباتات، يعني عندنا القدرة كاملة أن نتحكم في تغذية النباتات، ما فيش عوامل خارجية، هذا أمر مهم. أيضا تعتبر مصدر غذائي مهم لمختلف الكائنات الحية. المؤيدي هذه الزراعة يقولوا أنه هي تساهم في مشكلة المخلفات من خلال إعادة التدوير، من خلال إعادة التدوير ناصر، فيما يقول العكس اللي راح نطرق لها النقطة فيما بعد. استغلال أيضا راح نقلوا من أو كما نقولوا نقتصدوا من في المساحات الزراعية، لأنه
كما قلت ما تطلبش مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تطلب مساحات قليلة لكن تمد إنتاج أكبر. شوف هنا هي المفارقة، ولذلك المؤيدو هذه الزراعة يحبذوا أنه يلجؤوا هذا النوع من الزراعة عوض الزراعة التقليدية. أيضا من خلال هذه التقنية يمكننا الحصول على محاصيل زراعية آمنة وصحية أكثر، لأننا ما نستعملوش فيها المبيدات، التغذية تكون فقط من خلال فضلات الأسماك. هنا نضوي على نقطة مهمة، لأنه هذه الطريقة راح تمكننا أنه نقلوا من التلوث خاصة بالنسبة للتربة والنبات، وهذه النقطة مهمة، يعني نحافظوا على صحة الإنسان، نحافظوا على البيئة، وهذا يمكننا من أمر عامل مهم اللي هي التنمية المستدامة اللي راهي تطمح لها كل دول العالم خاصة المتطورة منها. نروحوا دائما مناصر اللي كما قلت محاصيل زراعية أكبر، هذه جوانب مهمة وفيها فوائد، لكن في دائما معارضين الجانب السلمي، معارضو تقنيه الاكوابونيك او الزراعه الثلاثيه او الزراعه المائيه، باش فقط لكي يسمع المواطن هذه المصطلحات يعرف انها تمثل تقنيه واحده. حتى من الناحيه الجماليه هي جميله جدا الزراعه المائيه كما نشوفوا في الصوره. كما قلت ناصر، المعارضو هذه التقنية يقولوا أنها تساهم في زيادة الأنواع العدائية أو في زيادة نوع معين من الأسماك على حساب نوع آخر، وهذا يخليها تزاحمها كما يقولوا في الغذاء تاعها، وهذا راح يؤدي إلى القضاء على الأنواع الطبيعية. هذا الصورة جميلة جدا، أسماك في الأسفل والنباتات حتى كما قلت من الناحية الجمالية هي جميلة. أيضا هي المعارضون أيضا يؤكدون أنها تأثر على التنوع الإيكولوجي، كما قلت أنها تأثر تزاحم على أغذية أسماك أخرى، فبالتالي لما تنقرض بعض الأنواع هذا راح يأثر على التنوع الحيوي والإيكولوجي للسواحل. أيضا يعتقد معارضو والزراعة المائية أن هذه الطريقة لا تساهم في إعادة تدوير المخلفات، بل بالعكس تساهم في زيادة النفايات، ودليلهم في ذلك أن سمك السلمون هو عنده مخلفات سامة، ولما ترمى فيها كذا في البحر راح تأثر على الأسماك الأخرى، راح تؤدي إلى القضاء عليها. ايضا يؤكدون ايضا على انه فرص التلوث هي عاليه في مزارع تربيه الاسماك، لانه تبقى مياه راكده، والمياه الراكده معرضه للتلوث بدرجه كبيره اكثر من مياه البحر او مياه الانهار، لانها مياه متحركه، باعتبار انه مختلف الملوثات تتلقاها وتبقى راكده، فما راحش تكون جاريه وتتخلص من هذيك الملوثات. وايضا من العيوب ايضا هو انه الحاجه انه نقدموا للاسماك الاغذيه اللي هي اسماك اخرى، وبالتالي رانا يعني كما رانا نقولوا نحصلوا على كميات كبيره من الاسماك بالقضاء على انواع اخرى من الاسماك، وهذا يعيب يحسب على تقنيه الزراعه المائيه. وايضا من بين اهم النقاط السلبيه واللي هي تحسب ايضا على الزراعه المائيه اللي هي امكانيه انتشار العدوى والامراض بسرعه، لانه لو حدث وكان هناك تسمم في المياه فبالتالي راح ينتشر إلى كل المزروعات بصفة سريعة وبصفة كبيرة جدا، وهذا أيضا من بين أهم النقاط اللي تعتبر سوداء في مجال الزراعة المائية. هذا هما النقاط أهم نقطة نسيتيها سي. نعم نصر. هي اللذة والذوق. هذه الأسماك المزروعة في المزارع المائية، المياه الحلوة، تكون أقل جودة من الأسماك القادمة من البحر. من البحر. حتى لو أخذنا سمكة من هذا المزرعة أو سمكة من البحر، الذوق فرق كبير، يكون مختلف واللذة مختلفة، وبن الطعام اللي راح يطيب هذه السمكة يكون أحسن. هنا ربما أنه الإنسان لما كما قلت لما يقوم بتصرفات سلبية يلجأ إلى بعض الأمور لكي يقوم بتصحيح ما قام بإفساده، وبالتالي هذه العملية الإصلاح ربما راح تكون عندها سلبيات وعندها إيجابيات، فتبقى هنايا قدرة الخالق أكثر من أي قدرة أي مخلوق
على وجه الأرض. مهما وصل بالعلم من تطور، ما وصل الإنسان، تبقى دائما قدرة الخالق فوق كل شيء. نعم، هذا النوع من الزراعة سهام في نماذج جيدة، هي نماذج عرفت في آسيا. نعم، لما تعتقد الصين. الصين نعم، بدأت من هناك وبدأت نعم تنتشر في مختلف دول العالم. نعم، في الجزائر في نماذج كثيرة، في ولاية بسكرة، في ولاية الواد في نماذج كثيرة. نعم، ولكن رغم هذا هي متعلقة بتلك المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية. شبه الصحراوية، في حين لأنه الأراضي الزراعية قليلة. نعم، أثبتت أنه الزراعة العادية ولكن تكون متطورة. وبمواد عضوية. نعم، في الصحراء الجزائرية هي منتجة. نحن لسنا في الجزائر محتاجين إلى هذا النوع من التقنيات، لأنه الأرض تاعنا معطاءة، وشفنا تجربة واد سوف. بطاطا نعم، الذوق المذاق والنوعية. واد سوف شفنا العديد من المناطق. حتى انه مؤخرا تم طماطم اضرار. طماطم اضرار نعم. الموز، الموز ايضا نعم كان ناجح. تيبازا نعم نعم، يعني نماذج مشرفه. عندنا يعني نماذج، لو تم توفير الامكانيات والاراده السياسيه والاراده من طرف الفلاحين، نقدر نكون في غنى عن مثل هذه الزراعه. الشريط الساحلي اكثر من 1200 كيلومتر. كيلومتر نعم. الصياد الزميله امينه تقول 1500، خلينا نزيدوا 100، 1600. يعني المتعارف عليه انه 1200 كيلومتر هو طول الشريط الساحلي الجزائري. العمق، الصيادين الجزائريين يعجزون عن دخول الاقليم البحري للصيد، لانه السفن مهترئه وما زلنا بصيد تقليدي. صيد تقليدي نعم. الصياد، جمعيه الصيادين يقول لك انه الامكانيات تقدم لغير اهلها، تقدم أهلها لغير الصيادين. ارواح ادي دعم، دير سفينه صيد، والانسان خارج مجال التغطيه يلقى روحه انه يتعامل بطرق فوضويه مع الصيد هذا. في حين كاين صيادين يقدروا يوفرون الاسماك بطريقه رهيبه عجيبه، نكون في غنى عن الاسماك المزروعه. نعم، وفي بعض، في دراسه كنت طلعت عليها مسبقا اثبتت انه الاسماك في خاصه في السواحل الجزائريه اصيبت بالشيخوخه، لانه ما كانش عمليه صيد بصفه طبيعيه، ما تكونش هي فوق العاده وما تكونش تحت الحد المسموح، يعني تكون في لينور كما نقولوا، اصابتها الشيخوخه. هذا امر مؤسف. تقاعد تقاعد الاسماك، لانه الصياد ماناش نمشيو للعمق. نعم، انا غير صيادين دي شالوتي هكذا يكونوا صغار. نعم، امكانيات بسيطه. امكانيات بسيطه يتخليهم انهم من 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 من, من صطادوش الكميه المسموحه التي تكفي. نعم، الكميه المعقوله، مش معقولة. لأنه كاين دي كوتا، كاين كميات لكل بلد. الجزائر لم تصطد الكمية المتاحة لها، الكمية المسموح لها بصيدها. أتمنى نعم أن وزير الصيد البحري اللي هو ابن القطاع، اللي هو يعرف البحر، اللي هو عنده علاقة وطيدة مع البحر ومع الصيادين، أتمنى أنه نمشي، لأنه السردين اليوم تكون فعلا سياسات رشيدة. رانا نحتاج نعم سياسات رشيدة في كل القطاعات. 600 دينار سردين، وفي بعض الاحيان يقولوا اللاتشا، احنا من المناطق الداخليه ما نفرقوش بين الاسماك. نعم، ولكن اولاد البحر يقول لك هذا اللاتشا هذه ونوع من السردين، ولكن من المفروض يكون اقل قيمه، أقل، لكن يباع بسعر السردين عالي الجوده. هناك اسماك اللي كانوا ابناء البحر ياكلوها بسعر معقول، اليوم اولاد البحر ما ياكلوش بعض النوع انواع من الاسماك، فما بالك بالمناطق الداخلية. لدرجة أنه أصبح عزوف لدى الجزائريين عن تناول الأسماك لغلاء الأسعار بدرجة كبيرة ومبالغ فيها أحيانا. نعم، وعجيب تصريح رئيس جمعية السيد بلوط صيادي الأسماك، يا نقابة صيادي الأسماك، يقول أنه نحن نستورد أسماك من سوريا. يعني عجيب، شيء عجيب والله. في حين انه عندنا شريط ساحلي، عندنا لو تقارن بين الجزائر وسوريا يعني في شريط ساحلي ولينا نزرعوا الاسماك باش ناكلوا الاسماك. للاسف الشديد. وتحيه لكل الصيادين اللي يتنقلوا كل نهايه اسبوع
الى السدود باش يصطادوا الاسماك. كاين هذه ثقافه في المناطق الداخليه. داخليه نعم. السمك السمك كما نقولوا لي باراج. نعم. كاين صيادين اللي يحبوا يجوزوا الوقت مع هذا النوع من الاسماك. احيانا الصياد لما يصطاد ماشي باش يصطاد باش ياكل، ولكن باش يتمتع، باش على الاقل نهايه الاسبوع تاعو يفرغ الشحنات السالبه. السالبه. ويحاور هذيك السمكه، يرمي الطعم ويستنى ويحاول كيف يتحايل على السمكه باش تاكل. ويتعلم الصبر. نعم، يتعلم الصبر خاصة. نعم. كي توش يدير لاكلوتر هذيك عندهم واحد هذيك الإحساس، ربما إحساس النصر، ربما كان فشل في أمور في الأسبوع، إحساس النصر هذا كيعطي له تعويض نفسي ومعنوي. نعم، إذا شكرا لك سهام المزيان، عندك إضافة، فكرة. احنا صحفيين تستيقظ تتفكر أشياء هكذا، تقول حبذا لو أتحدث عنها اليوم مش حبيت تتحدث فيها. أنا دائما مقولة جبران خليل جبران نتمنى، كنت قلتها سابقا نعاودها اليوم، أنه كل جزائري يفطن صباح ناصر ما ينتظرش ماذا ستقدم له الجزائر. أنا ماذا سأقدم للجزائر؟ نعم. اليوم أنا ساقني القدر، القدر حطني أمام مستشفى جامع، لهذا أتحدث دائما عن القطاع الصحة. أقسم بالله يتقطع القلب عندما تصل وتجد مواطن من الجزائر العميقة بيت أمام المستشفى لأنه ما لقاش وين يروح، ببنوه في عمره عام وعامين، البرد يأكل فيه. نتمنى من السلطات أنه تراجع هذه النقطة، لأنه كاين ناس راهي تعاني 3 تاع الصباح أمام المستشفى بطفل في عمره عام، والله كارثة. ناصر نقول لك فقط حاجة، أنا سهام لما نمرض نتجنب بصفة كبيرة أني نروح للمستشفى، لأني ما نروحش نشوف، ما نقدرش نروح نشوف مناظر بشعة نقدر نوصفها بالبشاعة، وأحيانا جرائم في حق المرضى. للأسف الإنسانية غائبة، عنصر الإنسانية أهم عنصر، لازم يعود لقطاع الصحة. نعم. قبل العلاج يعني كما نقولوا الأدوية، العلاج المعنوي هو أهم شيء، لأنه نعم. حتى سرطان الناس اللي تتغلب عليه لو ما تغلبش عليه معنويا ما تقدرش بالأدوية، ما تقدرش تفيد. هذا الجانب مهم جدا، نتمنى أن الأطباء الممرضين كل عمال المستشفيات تكونوا بقدر عالي من الإنسانية، لأن المريض في أمس الحاجة إلى الدعم المعنوي قبل الأدوية. وإرادة سياسية سهام، لأن هذا الطبيب وهذا الممرض ربما الإمكانيات المادية ما تكفيهش، يلقى روحه 14 سنة هو يدرس ولا ممرض من التكوين، بعدها عاجز باش يوكل أبنائه إذا اعتمد على هذه الإمكانيات. مليح انه نقدموا الامكانيات ونقدموا الدعم لهذا القطاع ونمدوا له دفعه، وتكون مسؤوليه الطواقم الطبيه وتكون مسؤوليه الاداره. انا قلت لك لما تلقى طفل صغير جاي من ولايه داخليه، سواء من المديه من البويره، انا المستشفى اللي اقطن امامه هذو تقريبا من المديه من البويره من المسيله الداخلية. المناطق الداخلية المحرومة. محرومة. يجي تاكسي والله كلونديستان، يعني التكاليف عناء السفر وعناء تكاليف السفر. والله والله لما تشوفهم يعاني، وتلو طفل صغير والبرد يقتل فيه على شحال 3 تاع الصباح باش يلقى فرصة انه يدير لي رام، والله يدير لي كوغرافي، والله يدير تحاليل اللي كاينة الا في هذاك المستشفى. هذاك المستشفى. مليح لون. وربما نصر لو يدخل مش راح يفوت هذاك اليوم، ربما يقولوا له عاودوا لي في يوم اخر نظرا لكثره الطلبات هذاك اليوم. للاسف شديد كما قلت. منه الرساله توصل. انا قلت الانسان لما يحس الصحه فيه هو ابن البيئه تاعه. نعم. احنا هذو اشياء نشوفوها يوميا. نشوفوها نلمسوها. نعم. نعاود نوريك نقطه برك باش نخرج لك من الاطباء وقطاع الصحه. نختم لك فقط نقطه لما تكمل ناصر. نعم. تصوري معلم في الابتدائي، معلم في الابتدائي غير بعيد عن مقر الشروق، يبيع البن، يعني بعد ما يكمل تدريس يمشي يبيع البن. تشوف المعاناة اللي عايشها الجزائري، يعني لو أنه غير نعطيه كل ذي حق حقه. ناصر هذه النقطة بالذات من هذه النقاط، لما يشوف التلميذ يكون جايز ويشوف المعلم تاعو يبيع في البن، قيمة الأستاذ راح تسقط. قلت أنه قيمة المدرسة من قيمة المعلم، لازم لهي المعلم ترجع الهيبة تاعو، بترجع قيمة المدرسة. المعلم كيكمل يروح يدير كلونديستان،
راهم هنا في الجزائر العاصمة. ربما يرفد في يوم من الأيام يركم الطلبة يرفد تاعه. يرفد التلميذ تاعه، يرفد الوالد تاعه، يعني غدوة كي يجي يلقن الدرس كيف راح. للأسف شديد. نتفكر فقط ليلى سماتي لما صرا لها حادث، نحيي الصحفي ليلى سماتي، لما صرا لها حادث كان 5% فقط في العالم اللي يقدروا ينجوا من هذيك العملية اللي كانت راح تقوم بها. الطبيب ماذا أخبرها قبل العملية؟ قال لها ماذا تحلمين؟ قالت له أنا أحلم أنني سأقدم برنامج رياضي. قال لها نامي وفي الغد ستقدمين برنامجك الرياضي. نامت على هذيك الثقة، هذيك المعنويات هي التي أنقذتها، ليس المعدات الطبية والأدوية أو نعم كفاءة الطبيب ومهارة الطبيب. فقط نقطة أخيرة ناصر في المجال الطبي، لأنه المجال بزاف يأثر فيا كما قلت ناصر. في إنجلترا طريقة تدريس الطب في إنجلترا كيفاش؟ مثلا لما طالب قبل ما لما راح يكون هذاك الدرس على مرض الباركنسون او شلل الرعاش، قبل ما يدرس عليه من الناحيه الطبيه يركبوا له جهاز، هذاك الجهاز يحاكي نعم مرضى شلل الرعاش، يعيش به مده شهر لكي يعلم ويحس معنى المعاناه تاع مرض الباركنسون، وفيما بعد باش يدرس عليه من الناحيه الطبيه. هذه النقطه مهمه نتمنى ان تطبق في جامعتنا، لانه الانسان لما يعيش الحاجه يحس بها اكثر، راح يحس بمعاناه هذوك المرضى ويكون رحيم معهم اكثر. نعم، ولكن كاين ناس في الاداره خاصه من النساء كي تكمل تمشي تخدم دير دي غاطو، تبيع دي غاطو، تبيع الكسره، تبيع كذا بطريقه لبعض الناس باش تقدر توفر لقمه العيش. ولكن لما يجيها الانسان محروم ما تقدرش تحس به رغم انها عيشته يعني. للاسف هذا الحرمان ربما في بعض المواطن يكون عنده جلب اثر سلبي وليس ايجابي. منو التوفيق سيها فرغنا قلبنا شويه. مشاهدينا بعد الاجنده نلتقي بضيفه شابه طالبه.